تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية على قناة الموريتانية. رئيس الجمهورية تسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى بلادنا لكل من الكويت والسودان والسعودية وهولندا. اختتام أشغال طاولة المستديرة المخصصة لتعبئة تمويلات الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة والتربية خلال فترة ما بين 2015-2020. حصيلة المتابعة العلمية لحملة الصيد التجريبي لجراد البحر خلال 2015 موضوع ورشة نظمها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد في عاصمتنا الاقتصادية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز صباح اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط أوراق اعتماد سفراء جدد لكل من دولة الكويت وجمهورية السودان والمملكة العربية السعودية وهولندا. وأخص رئيس الجمهورية دبلوماسيين بلقاءات مفصلة تناولت أوجه التعاون بين بلادنا وهذه الدول والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات. احتضن القصر الرئاسي مراسيم تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز أوراق اعتماد سعادة السيد خالد محمد الشيباني بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لدولة الكويت لدى بلادنا. حضر مراسيم تسليم أوراق الاعتماد وزير الشؤون الخارجية والتعاون مدير ديوان رئيس الجمهورية مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية مدير شؤون العالم العربي والمنظمات الإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وخص رئيس الجمهورية الدبلوماسية الكويتية بهذه المناسبة بمقابلة تناولت أوجه التعاون المثمر القائم بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزه في مختلف المجالات. شرفت اليوم بتقديم أوراق اعتمادي لفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وقدمت له أوراق اعتمادي ونقلت تحيات وتمنيات أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح. وكما تعلمون بأن العلاقات الموريتانية الكويتية تاريخية ومميزة، وإن شاء الله سوف أعمل على تطويرها وتعزيزها بإذن الله. كما تسلم رئيس الجمهورية سيد محمد ولد عبد العزيز بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد سعادة السيد بلال قسم الله الصديق بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية السودان لدى بلادنا. حضر مراسيم تسليم أوراق الاعتماد وزير الشؤون الخارجية والتعاون مدير ديوان رئيس الجمهورية مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية مدير شؤون العالم العربي والمنظمات الإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وقد خص رئيس الجمهورية الدبلوماسية السودانية بمقابلة تناولت مسيرة التعاون المثمر القائم بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات. تشرفت صباح هذا اليوم بتقديم أوراق اعتمادي للسيد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز. هذه الأوراق التي بعث بي بها السيد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير، والذي قدمت تحياته إلى السيد الرئيس وتمنياتي له بالتوفيق وبالنجاح في قيادة سيادته لهذه البلاد الكريمة التي تجمعنا بها علاقات تاريخية واجتماعية وثيقة وقوية. وقد رحب بنا السيد رئيس الجمهورية وعبر لنا عن سعادته بتقديم هذه الأوراق وعن دعمه لنا في تطوير هذه العلاقة وتوجيهاته الكريمة لمعاونيه بأن يدعموا هذه العلاقة إن شاء الله حتى تعود بالنفع والثمرة المفيدة لشعبي البلدين. وأنا على ثقة أنني هنا في موريتانيا هذا البلد الشقيق البلد الطيب أستطيع أن أقدم الكثير بتعاون الإخوة في وزارة الخارجية وفي الوزارات الأخرى وبمعاونة زملائي في السفارة إن شاء الله حتى يعني نحقق المرجو في الحاضر والمستقبل إن شاء الله. وتسلم رئيس الجمهورية سيد محمد ول عبد العزيز كذلك بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد سعادة السيد
الزاع بن زبن بن ضاوي المطيري بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للمملكة العربية السعودية لدى بلادنا. حضر مراسيم تسليم أوراق الاعتماد وزير الشؤون الخارجية والتعاون مدير ديوان رئيس الجمهورية مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية مدير شؤون العالم العربي والمنظمات الإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وخص رئيس الجمهورية الدبلوماسية السعودية بلقاء تم خلاله استعراض أوجه التعاون المثمر القائم بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزه في مختلف المجالات. الحقيقة أنا فخور وبالتشرف بالسلام على فخامة الرئيس وبنقل تحيات فخامته لخادم الحرمين الشريفين وأيضا تحيات خادم الحرمين الشريفين وتقديره لفخامته وللشعب الموريتاني، كما استمعت إلى آراء وأفكار وتطلعات فخامته حيال مواصلة تنمية العلاقات بين البلدين التي تحظى باهتمام القيادتين، وقد شهدت تلك العلاقات نموا كبيرا في عهدهما حفظهم الله. وختاما نتمنى دوام التوفيق والازدهار للشعب الموريتاني الشقيق. كما تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد ولا عبد العزيز بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد سعادة السيد تيودوروس بيترس بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لهولندا لدى بلادنا. حضر مراسيم تسليم أوراق الاعتماد وزير الشؤون الخارجية والتعاون مدير ديوان رئيس الجمهورية مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية مدير الشؤون الأوروبية وكالة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وخص رئيس الجمهورية الدبلوماسية الهولندية بهذه المناسبة بمقابلة تناولت أوجه التعاون القائم بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه في مختلف المجالات. أنا سعيد جدا بدعوتي لتقديم أوراق اعتمادي، حيث تمكنت من استعراض حالة التعاون الثنائي الممتاز جدا، وقد حييت خلال اللقاء قيادة رئيس الجمهورية وريادة موريتانيا في مجال إرساء الأمن في المنطقة، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا في هولندا، حيث نشارك بما يزيد على 500 عسكري في قوات الأمم المتحدة المينيسما في شمال مالي. إن ذلك يعكس العناية التي توليها هولندا لإرساء السلم والأمن في المنطقة، وهو ما يبرر ترشحها لعضوية مجلس الأمن الدولي. وقد تناول اللقاء المجال الاقتصادي وشراكة الهامة جدا مع موريتانيا، حيث أن هناك شركات موريتانية ترغب في التواجد في هولندا، ونحن لن نلو جهدا لمساعدتها في هذا الصدد. ميرسي. اختتمت أمس بالعاصمة أشغال طاولة المستديرة المخصصة لتعبئة تمويلات الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة والترفيه خلال فترة ما بين 2015-2020. وبعد جملة من العروض والنقاشات توصل المشاركون إلى بيان ختامي تضمن حزمة من التوصيات إلى ترقية الشباب على مختلف الأصعدة. بعد عروض ونقاشات موسعة مع عدد من القطاعات الحكومية والشركاء التنمويين المعنيين بتنفيذ المشاريع ذات الأولوية المقدمة ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة والترفيه، اختتمت أشغال الطاولة المستديرة المنظمة لتعبئة التمويلات المالية للاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة والترفيه خلال الفترة ما بين 2015-2020. حول اختتام أعمال الطاولة المستديرة تميز بتقديم البيان الختامي من طرف وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار وليدجاي. أبرز في بدايته اتفاق الحكومة وشركائها في التنمية على أهمية قطاع الشباب باعتباره لبنة محورية في تقوية اللحمة الاجتماعية وإحداث تغيير نوعي، مشيرا إلى تجاوب الشركاء واتفاقهم على دعم هذه الاستراتيجية وذلك لتماشيها مع أهداف التنمية المستدامة. شاكرين في هذا النطاق يضيف الوزير الحكومة على أهمية المشاريع 13 المقدمة خلال أعمال الطاولة المستديرة، موضحا إبداء الشركاء في التنمية كاملة
كامل الاستعداد في تبني المشاريع الاستراتيجية ودمجها ضمن تمويلاتهم للسنة الحالية وبرمجة المتبقي منها بالتنسيق مع القطاعات المعنية في إطار الخطة التنموية الشاملة المعروفة اختصارا بسكاب. محفظة المشاريع المقدمة ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة والترفيه تشمل الاحتياجات الملحة التي عبر عنها الشباب والتي تضمن له الاستغلال في كافة مناحي الحياة. الطاولة المستديرة اللي تم إعدادها اليوم هي نتاج للسياسة الوطنية للشباب اللي تم اعتمادها من طرف مصادق عليها من طرف الحكومة يوم 30 سبتمبر 2015. وهذه الطاولة المستديرة استدعت جميع الشركاء في التنمية من أجل مثلا تمويلها من أجل إعدادها، لأنها من بعض الالتزامات اللي تتطلب هذه الطاولة المستديرة هو على أنها ثم محاور متعددة لتنمية الشباب في إطار مثلا إعداد البنى التحتية، في إطار الحماية، في إطار التنمية الشاملة. هذه الطاولة المستديرة جاءت بوقتها للشباب وعد استراتيجية وطنية للشباب ورياضة الترفيه، ومعروف أنها تتطلب تمويلات ولفترة 5 سنوات، وراجل إن شاء الله أن تجبر موافقة من الممولين يعني يساهموا بتمويله ويساعدوا الدولة على تسهيل مشاكل الشباب المطروحة منها التوظيف والبطالة ومشاكل الإرهاب ومشاكل عدد اللي محمل على كامل. والهدف من هذا وزارة الشباب تجبر طريقات قد تحد منها مشاكل الشباب وجو مولي متطلبات الشباب اللي ظهرها في أثناء الأيام التشاورية اللي خرجت في مايو 2015. الكلفة المالية للاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة والترفيه تزيد على 43 مليار أوقية. إلى مدينة نواذبو، حيث احتضن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد صباح اليوم أشغال ورشة خصصت لاستعراض حصيلة المتابعة العلمية لحملة الصيد التجريبي لجراد البحر خلال 2015. تهدف هذه الحملة إلى تنويع نشاطات الصيد وترقية مجالات التخصص فيه وجمع معلومات معينة حول مصايد جراد البحر، إضافة إلى تأمين وحماية مواردنا البحرية وتنويع الإنتاج وتعظيم العائدات. في إطار تنويع نشاطات الصيد البحري وترقية مجالات التخصص فيه، تكمن أهمية الصيد الاكتشافي الذي يستهدف إمكانية الاستغلال المستديم لأصناف غير مستغلة تجاريا من مواردنا السمكية الوطنية. ومن هنا تتنزل إقامة هذه الورشة التي جرت بإشراف وزير الصيد والاقتصاد البحري وبحضور والي داخلة نواذيبو حول استعراض حصيلة المتابعة العملية لحملة الصيد التجريبي لجراد البحر التي نظمها قطاع الصيد والاقتصاد البحري عام 2015. كانت بداية التجربة بجراد البحر اعتبارا لجملة من المعايير، منها كونه من الأصناف الأبد الحساسة التي تشكل ثروة استراتيجية ذات قيمة تجارية عالية، وقد فاق الإقبال على اقتناع حق الولوج في هذه المرحلة التجريبية كل التوقعات، إذ ارتفع عدد السفن التي تستهدف جراد البحر خلال أقل من عام من 6 إلى 22 سفينة. نجحت التجربة إذن في مرحلتها التنفيذية، وحان الآن وقت حصاد نتائجها. فعلى ورشتكم هذه نعول جميعا في استكمال معارفنا حول هذا الصنف الحيوي عبر تحديد الأسس الثلاثة التي يقوم عليها مبدأ الاستقلال المستديم لكل ثروة بحرية بدون استثناء، أي يجب علينا الجواب على الأسئلة: كم يمكن أن أصطاد من جراد البحر؟ ومتى يمكن أن نصطاده؟ وأين يمكن أن نصطاده؟ عروض ومداخلات استعرضت بالدراسة والتحليل تجربة خبر سواحل موريتاني في مراقبة سفن صيد جراد البحر، فضلا عن دراسة تناولت بالتقييم والدراسة تحديد الأسس التي يقوم عليها الاستغلال المستديم لهذه الثروة من القشريات.
كما شمل التعقيبات الحضور التشديد على ضرورة أخذ التوصيات المتمخضة عن هذه الورشة بعين الاعتبار من أجل استغلال مستديم لمواردنا البحرية. وهكذا يعول على نقاشات هذا اللقاء في تأمين حماية أفضل لمواردنا البحرية وتكريس تنويع الإنتاج وتعظيم العائدات من الجراد البحري الذي يشكل ثروة استراتيجية ذات قيمة تجارية عالية. تواصل وزيرة الزراعة جولتها الاستطلاعية لولاية قيديماغا للتعرف على وضعية المنشآت الزراعية في الولاية. وفي هذا الإطار تفقدت الوزيرة مزارع كروية مستصلحة من طرف الوزارة واطلعت على حاجة بعضها إلى التأهيل. كما عقدت الوزيرة في مدينة سيلي بابي اجتماعا بالمزارعين استعرضت خلاله سياسة الحكومة للنهوض بالقطاع الزراعي. حظيت المناطق الزراعية بأعالي النهر في ولاية قيديماغا باهتمام خاص من طرف الدولة يستهدف استصلاح ما يقارب 1000 هكتار لتشكل نواة للزراعة المروية. ومن أجل نجاح الحملات الزراعية حرصت وزيرة الزراعة السيدة لمينة من تلك طبول المما على التأكد من مدى جاهزية المزارع القروية التسع في بلديات وامبو غوراي غابو المستصلحة من قبل القطاع خلال الموسم 2013-2014. هنا بمختلف المساحات المزورة حثت وزيرة الزراعة على ضرورة استغلالها الاستغلال الأمثل مؤكدة على المؤسسات المنفذة للإشغال ضرورة احترام دفتر الشروط حتى تتطلع هذه المشاريع الزراعية بالأهداف المرجوة منها في تحقيق إنتاج زراعي معتبر. وفي إطار متابعة الحملة الشتوية الجارية لزراعة الخضروات تمت معاينة العديد من المواقع النموذجية لزراعة الخضروات المدعومة من طرف القطاع لفائدة التعاونيات النسوية. وخلال وجودها في ولاية قيديماغا عقدت وزيرة الزراعة اجتماعا بالمزارعين خصوصا لتوضيح الخطوط العريضة للعمل المستقبلي للقطاع التي تتمحور أساسا حول تأهيل المنشآت الزراعية وتقريب الخدمات الفنية من المزارعين. الهدف من الزيارة هو الاطلاع على المشاكل اللي تعانوا منها في المجال الزراعي والوقوف على الاستصلاحات الزراعية اللي قام بها مؤخرا في الولاية واللي احنا نعترف عن فيها تأخير شوي في الأشغال نتيجة للمؤسسات اللي معنية بالتنفيذ الخصوصية. لا نقول لكم عن الحكومة لا يتم إن شاء الله ماصلة ذوك الإجراءات لتعدل الإنجاح الحملات الزراعية وذيك الإجراءات كاملة اللي في البداية إلين ينحصد الحصاد. عمدة بلدية سيلي بابي رحب بكلمة له بالمناسبة بالوفد الزائر ليفسح المجال بعد ذلك لمداخلات المزارعين التي تطرقت إلى تبيان أبرز المشاكل التي يعاني المزارع في ولاية قيديماغا. كل المطالب والمقترحات تم تسجيلها من قبل وزيرة الزراعة مؤكدة أن الدولة تضع في أولوياتها دعم المزارعين وتشجيعهم في كل مناطق الإنتاج من أجل زيادة المحاصيل الزراعية التي يعول عليها في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء. لنا مشاهدينا الكرام تلتقون محمد والبلال في تقديم نشرة الاقتصادية. شكرا زميلتي بتها دالي ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ نشرتنا بأسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الأوقية. إذن أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الأوقية. تسعى الحكومة اليابانية إلى مواجهة الانكماش الاقتصادي الذي بلغ ذروته خلال الربع الأخير من العام الماضي وذلك لضمان استعادة ثقة صادراتها إلى الأسواق الناشئة ولمنح زخم كاف لتعويض تراجع الطلب المحلي.
تواجه اليابان انكماشا اقتصاديا حادا بنسبة سنوية بلغت 1.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك مع تراجع انفاق المستهلكين، وهو ما يزيد من المشكلات التي تواجه صانعي السياسة الذين يشعرون بقلق بالفعل من الأضرار التي يمكن أن يسببها هبوط الأسواق المالية للانتعاش الهش. مكتب مجلس الوزراء الياباني أكد أن الانكماش في إجمالي الناتج المحلي كان أكبر من متوسط توقع السوق بأن يكون الانكماش 1.2%، ويأتي عقب زيادة معدلة بلغت 1.3% في الربع السابق. وهبط الاستهلاك الخاص الذي يشكل 60% من إجمالي الناتج المحلي 0.8%، ما يزيد عن توقع السوق بأن يكون الهبوط 0.6%، في علامة على أن سياسات أبي التحفيزية أخفقت حتى الآن في دفع المستهلكين إلى زيادة الإنفاق. وبالمقابل أغلقت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات بداية الأسبوع على ارتفاع نسبة قياسية متجاهلة انكماش الاقتصادي الياباني. وتجاهل مؤشر نيكي تلك البيانات السلبية وارتفع بنسبة 7.16%، ووصل لمستوى 16022.58 نقطة. وصعد مؤشر نيكي جي بي اكس 40 بنسبة 8.30%. ويرى محللون أن الاقتصاد الياباني لا يزال راسخا حتى بعد نشر البيانات السلبية الأخيرة للناتج الإجمالي المحلي. ويعتقد المراقبون أن أساسيات الاقتصاد الياباني ظلت تحتفظ بوضعها الجيد، حيث لم يحدث تغيير كبير في التحركات الأساسية نحو تعاف في الوظائف وأرباح الشركات، إلا أن الحكومة اليابانية تحتاج لتطبيق الميزانية التكميلية بشكل فوري من أجل دعم الاقتصاد. اتفقت أربع من كبرى الدول المنتجة للنفط هي السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر على تثبيت إنتاج النفط عند المستويات التي كان عليها منذ 11 من يناير الماضي. واعتبرت الدول المنتجة للنفط أن إمدادات النفط قد انخفضت بسبب الأسعار الحالية، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى دعم أسعار النفط المتهاوية منذ فترة. وانخفضت أسعار النفط بنحو 70% منذ أن وصلت ذروتها في يونيو 2014 حين بلغ سعر البرميل 116 دولارا، وتراجعت الأسعار بسبب زيادة الإنتاج وضعف الطلب والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. أصبح معرض سنغافورة للطائرات محط اهتمام كبرى الشركات العالمية لعرض أحدث الصناعات في هذا المجال، ويشكل المعرض في نسخته الحالية ثورة في تقنيات الطائرات بمختلف الأحجام والأنواع ولشتى الاستخدامات. ومن ذلك ما تقدمه بروجيكت زيرو التي وصفت بأنها أول مركبة تقلع وتهبط عموديا وتعمل بالكهرباء كليا، وهي تنتظر فقط تصميم بطارياتها. وصنعت هذه الطائرة المروحية من قبل أوجوستا ويستلاند الوحدة التابعة لشركة الإيطالية إيفين ميكانيكا، وتهدف إلى القضاء على استخدام الوقود. وفيما يلي نتابع أسعار الأسهم وأهم المؤشرات في الأسواق المالية العالمية. ختام النشرة الاقتصادية، عودة إلى زميلة بيت وما تبقى من النشرة الرئيسية. شكرا محمد. بحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بحث سبل إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المناطق المحاصرة في سوريا. ويتابع ديمستورا تعهدات القوى الكبرى في مؤتمر ميونخ حول دفع جميع أطراف الصراع في سوريا إلى وقف الأعمال العدائية هذا الأسبوع. ومن المقرر أن تتناول لقاءات المسؤول الأممي لاجتماع تفاوضي المزمع عقده بين الحكومة والمعارضة في 25 من الشهر الجاري في جنيف.
أوقفت أوكرانيا مؤقتا مرور ناقلات الشحن الروسية عبر أراضيها ردا على خطوة مماثلة اتخذتها موسكو. يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الطاقة الأوكرانية إن متسللين استخدموا شركة إنترنت وأجروا اتصالات من داخل روسيا في إطار هجوم إلكتروني منسق على شبكة الكهرباء الأوكرانية في ديسمبر الماضي. السلطات الأوكرانية تمنع شاحنات النقل والشحن الروسية من عبور أراضيها مؤقتا. القرار جاء بحسب السلطات الأوكرانية ردا على خطوة مماثلة قالت كييف إن روسيا اتخذتها ضدها في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى تزاحم الشاحنات الروسية على الحدود بين البلدين. وزير البنية التحتية الأوكراني بيفو فراسكي قال إن بلاده اتخذت هذا الإجراء من انتظار تسلم توضيح من موسكو حول الإجراءات المماثلة التي اتخذتها وحل النزاع بين البلدين. منع أوكرانيا مؤقتا للشاحنات الروسية من المرور عبر أراضيها جاء في وقت تعرضت فيه شبكة الكهرباء الأوكرانية لهجوم إلكتروني تسبب في قطع خدمات التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من الزبائن في وسط وغرب البلاد. ولم توجه السلطات الأوكرانية بعد أن استكملت التحقيقات اتهاما مباشرا لروسيا بالمسؤولية عن الهجوم الإلكتروني، إلا أن مصادر غير رسمية أوكرانية اتهمت موسكو بالمسؤولية عن العملية. لنا مشاهدينا الكرام نشرك منعمة محمد لتقديم أخبار الرياضة. أهلا بكم. أسفرت قرعة مباريات الدور الثالث من الكأس الوطنية عن مواجهة سهلة للفرق الكبيرة، حيث يلتقي الإكسار حامل اللقب مع فريق من الدرجة الثانية وهو فريق الحدائق من جوجت الذي تمكن خلال الدور الثاني من إقصاء فريق الكدية من الزويرات، ويسعى إلى تكرار نفس السيناريو أمام الإكسار. ويلتقي حامل لقب الدوري الموسم الماضي فريق تفرق زينة بجاره من الدرجة الثانية فريق وازيز تفرق زينة. أما فريق تججة فسيكون في مواجهة سهلة مع فريق إنتر نواكشوط على أن يلتقي فريق الشرطة مع فريق الساحل من النواذيبو، وفريق الوئام مع فريق ترجي دار النعيم. وفي باقي المباريات يواجه فريق سليم كانسادو جاره نادي اف سي النواذيبو ضمن ديربي العاصمة الاقتصادية، بينما يلتقي زمزم مع العصابة ويواجه فريق الحرس فريق اف سي تجنين. وقد عبر عدد من مسؤولي الفرق المشاركة في القرعة خاصة في فرق القسم الأول عن ارتياحهم لنتائجها، حيث قال مدرب زمزم الداهي ولطالب محمود أنه مرتاح للقاء فريق العصابة الذي يحتل المركز الأخير في الدوري المحلي، معربا عن قدرة فريقه في تجاوز هذا الدور. ومن جهته عبر رئيس تجنين عن أسفه لوقوع الفريق في مواجهة لن تكون سهلة أمام نادي الحرس، معتبرا القرعة لم تكن عادلة مع ناديه، مع احتفاظه بالأمل في تحقيق نتائج إيجابية. وشهد اليوم العب شيخة والبويدية إجراء مبارتين ضمن الدوري الجهوي لكرة القدم على مستوى منطقة نواكشوط، حيث سحق فريق صلاح الدين من مقاطعة تيارت فريق نصر دار النعيم بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين. وعن ذات المجموعة تمكن فريق إنتر نواكشوط من إلحاق الهزيمة بفريق الرياض وذلك بنتيجة 3 أهداف نظيفة مقابل لا شيء. ختام جولتنا الرياضية لهذه الليلة، شكرا على حسن المتابعة وعودة بعد الفاصل إلى بتة. إذن شكرا منى. إلى هنا نشرتنا مشاهدينا الكرام، نذكركم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمهورية تسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى بلادنا لكل من الكويت والسودان والسعودية وهولندا. اختتام أشغال طاولة المستديرة المخصصة لتعبئة تمويلات الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة والترفيه خلال فترة ما بين 2015-2020.
حصيلة المتابعة العلمية لحملة الصيد التجريبي لجراد البحر خلال 2015 موضوع ورشة المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد في نواديبو. إلى اللقاء.